بي كول بي هيلثي. من الاثنين للجمعة العشرة متاع الصباح على الحياة أفر. صباح الخير، نهاركم زين الناس الكل، وين ما يوصلكم صوتنا على 93 راديو الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. بيكون بهل في موعد جديد يتجدد معكم كيف ما العادة في نفس التوقيت. الأنظمة الغذائية السليمة اللي تهم حياتكم، نظام غذائي يكون عفوا سليم ومتوازن، هذا هو الهدف متاعنا في البرنامج متاعنا اللي يتعادى معكم من الاثنين للجمعة كيف ما العادة. الأنظمة الغذائية السليمة كيف ما قلنا لكم يعني برشا ناس من فخ وزيادة في الميزان، الشيء هذا يكون ناتج على احتباس السوائل في البدن اللي تأثر بشكل سلبي على صحة الإنسان. تنجم تتسبب كلكو سوا في تورم في الساقين وإلا اليدين، وزيادة نزيدوا في الميزان ويأثر على صحة القلب والكلاوي متاعنا. كيف كيف ينجم يكون احتباس الماء في البدن ناتج على أسباب أخرى. هو كما نعرفه من 50-60% من الوزن الكلي للجسم تقريبا هو ماء. احتباس الماء كما يقولوا برشا من الناس اللي هو ينجم يصيب النساء أكثر من الرجال، هو مرض شائع الحدوث. للحديث في الموضوع هذا يسعدني نستقبل معايا باغ تليفون المختصة في علم التغذية ورئيسة مصلحة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية بيبن عروس، مدام سونيا أبو عليك. صباح النور. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. دونك مدام سونيا، كيما خيرنا اليوم كوننا نحكيو عن الريتونسيون دو، كيما قلنا انا وياك حكينا في الاوف، قلنا اللي هي عندها عديد وعديد من الاسباب، وموضوع هو على غايه من الاهميه احتباس الماء في الجسم. خلينا مدام سونيا نعرفوا بشكل ملخص شنو هو احتباس الماء في الجسم وكيفاش يصير. باهي مريم، احنا بالنسبه للاورجانيزم نتاعنا الدم نتاعنا فيه 70% ماء، موجود ماء، معناتها احنا باش يكون الماء هذايا نحافظوا عليه ويكون ايكيليبغي في الدم، معناتها ما فماش احتباس ماء وما فماش معناتها تونسيون دو، يلزم فما اون ايكواسيون نقولوها ما بين البوتاسيوم والصوديوم، يلزم البوتاسيوم والصوديوم يكونوا كيما نقولوا ان راتيو يكون إيكيليبغي. دونك باش نلقاو ما فماش بوغ لوتي معناتها باش نبعدوا على الغوتونسيون دو على احتباس الماء في البدن اللي هو تابع برشا امراض ميتابوليك وامراض مزمنه كيما السمنه كيما ليبرتونسيون ضغط الدم وكل، يفوت في تي لا كونسوماسيون دو تي يلزمنا الملح نقصوا من الملح. الملح هو اللي يسبب في الغوتونسيون دو صوديوم. يلزمنا نبعدوا على الماء نشيو، احنا الماء ديما نشيو بلينا عادة ولا نشيو الماء، يلزمنا نبعدوا على الماء اللي فيه تخوص اللي هو تخوص اللي يلزمنا انفونسون معناتها يلزمنا نستهلكوا برشا كريديتي اللي هما الفلوي والليجوم اللي هما فيهم دي فيتامين ودي فيبر وكل يساعدونا بور ليتي على كونتر الاحتباس الماء. يلزمنا نبعدوا على لي غرام تخو ساتوري لي غرام موفي اللي هما خايبين للدنا. فوالا. وكذلك لي زاليمون اللي يعاونونا على بون سيركيلاسيون واللي يخليو الماء في الدنا باهي ولا معناتها والدم يجي في الدنا في عروقنا بالكدا اللي هما لي فروي اي لي ليغوم اللي هما كيما قلت فيهم الفيتامين سي وفيهم لي فيتامين ولي فيبر وكل اللي يعاونوا خاصة الفيتامين سي لي زونتي اوكسيدون، لي زونتي اوكسيدون هذوما المضادات الاكسدة اللي هما باهيين ياسر واللي يعاونونا كونتر احتباس الماء في الدم. لي زاغروم اللي هما القوارص، القوارص يعاونونا بزاف زادا كونتر احتباس الماء. لي فروي روج اللي كل الالوان بتاعهم احمر كلهم كيما معناتها خاصة البلاع هو سيتانو اوكسي او انتي اوكسيدون ريفيرونس اللي يخليه معناتها يزيد كونتر الاحتباس الماء في البدن. في البدن. الغيزان مثلا العنب الاناناس هو مش موجود برشا في زيتنا، اما زيت هو زيت سيتان معناتها انتي اوكسيدون دو ريفيرونس. عندنا لاي ولليون موجودين عندنا في زيتنا الثوم والبصل. البصل انتي اوكسيدون زاد يبعد علينا احتباس الماء. عندنا زاد الزوزه واللوز والنوازيت هذوما كل زاد والسيريال جيرمي كل اللي فيهم الجيرم هذوكم الكل هذوكم يعاونونا على كونتر احتباس الماء في البدن واللي تسبب لنا في برشا امراض كما قلت من جملتهم لي بون غريس. عندنا لي غريس اللي هما يبداو باهيين وبولي ساتوري اللي موجودين مثلا في الزيتونة في انواع من معناتها من الدهنيات اللي هما باهيين. عندنا لي كريستاليين معناتها لي فلويد مير اللي هما لي كريستاليين اللي يعاونونا زاد كونتر احتباس الماء. عندنا الزلاليات، الزلاليات بون كاليتي اللي يخليو ما يخليوش الماء يحتبس في الدم ويعملوا ايكيليبر ما بين البوتاسيوم
الصوديوم كما قلت لك السيريال كومبليت اللي بتكلم عن الخبز الحبوب الكامله بكل عام بالضبط بسمه على خاطر الدم كما قلت لك ونعوض لك فيه 70% ماء ويلزمنا احنا والدم من الجمش معناتها هو يخلي الاكيليبر هذا موجود كاين ما احنا ناتشو دي زاليمون اللي هو يحطوه باش يكون فما اكيليبر ما بين البوتاسيوم والصوديوم دونك sinon كان احنا ما نعاونوش الماء يتمسك الملي يقعد في التيشو في الانجة وتسبب لنا في برشا خلل وتخوب في صحتنا فوالا دونك هذوما المخاطر اللي تنجم تصيب مدام سونيا الانسان فما معلومات مدام سونيا لو انت كاخصائيه تغذيه تحاول تصلح لنا يقول لك انا عندي احتباس ماء في البدن نتاعي دونك هنايا هل انه نقلل في كميه الماء اللي نشرب فيها والا بالعكس نزيد في كميه الماء اللي نشرب فيها يلزم يشرب ماء بالزيت هي اول حاجه يلزم يبعد على الملح خاصه لي بريباراسيون اللي فيهم برشا ملح خاصه موجودين معناتها يتباعوا هاو بعد باش تحكيو على فاست فود برشا ملح اللي هذوكم اللي ما يخليوش البوتاسيوم موجود في الدنيا دونك يعملوا ديزيكيليب في الرابور بوتاسيوم صوديوم دونك هذوكم كل يلزمنا نبعدوا عليهم يفو بريفيليجي لي فيبر يلزمنا ندخلوا الماكلة برشا الياف هما البوتاسيوم واللي هما معناتها املاح تم فيهم برشا املاح يلزم لو جوست ويتيو اللي قلت لك عليه هذايا بوتاسيوم تالي يكون ايكيليبري دونك يلزمنا ندخلوا دي زاليمون اللي فيهم برشا بوتاسيوم باش نجمو احنا نبعدوا بوتاسيوم موجود في لي فروي في لي ليغومينوز في دونك كلهم حاجات اللي فيهم اونتي اوكسيدون مضادات للاكسده وبولي فينول اللي هما يخليو الدم نتاعنا معناتها اون ايكيليبر البرميابيليتي نتاع لي فيسو نتاعنا معناتها يكون موجود وتكون معناتها العلاقه ما بين الملح والبوتاسيوم موجوده وعندنا زاد كيما قلت لك مثل النوازيت والسيريال جيرمي واللوز وكل هذوك فيهم فيتامين او فيتامين او يسمى زاد ان اونتي اوكسيدون يعاون على معناتها عدم احتباس الماء في الدم داكوغ شكرا السلسلة اللي قلتهم لك معناتها اللي هما موجودين معناتها منتوجات من البحر هذوكم فيهم برشا زانك وسيليوم وكل هذوكم يحافظوا على الانجا نتاع الريسو نتاع العروق نتاعنا ولي بروتين كيف كيف على الاقل 50 غرام بروتين زلاليات لحوم في ما نعرفش لحوم الفوت البروتين في برشا بروتين حتى فيجيتال عدد الحمص هذوما ليجيومينوز اللي هما على الاقل 50 البروتين باسو باش ما يكونش يكون عندنا احتباس ماء في البدن شو هما لي زاليمون يا مريم شو هما الاغذيه اللي ايفيتي باش فوالا الحاجات اللي ايفيتي باش ما يكونش عندنا احتباس ماء في البدن معناتها الغوتونسيون دو اول حاجه نعملوا اليمونتاسيون تكون اكيليبغي نبدو على اليمونتاسيون ديزيكيليبغي اللي فيها مثلا برشا بروتين حتى يلزم لي رابور لي راسيون تاعنا تكون فيها كليستي تدعي بروتين زلاليات معناتها فيها دونيات فيها سكاليات فيها وبالمعدل اللي معناتها يكون فيه ذاكرة متوازنة الحاجة اللي مدام سونيا مدام سونيا لكن تقرب جوست للتليفون شوي باش نجمو نسمعوك بالكدا لي زاليمون الفو لي زيفيتي معناتها اللي باش نعدلهم لك توا باش العباد يعرفوهم لي سوسيس اللي هما السلامي وكل اللي المزرعة ولا الجامبون وكل الكل اللي بدو عندهم برشا ملح يعملوا ديزيكيليبر في الملح دي جاتو ابيريتيف اللي ياخذوهم العباد يبداو برشا في الملح كيما كل ما نعرفش انا فما حاجات معناتها دي بسكويت اليوم فيهم برشا ملح هذوكم نبعدوا عليهم الكول الاحتباس يكون موجود في الدم لي سوب اللي يشيو فيهم في الساشيات وفي الفرن هذوكم نبعدوا فيهم برشا ملح لي شارتيسكري كيما المرقاج وكل الحاجات الملحه والقضيب الملح عند الجزار هذوكم كلهم فيهم برشا ملح ويعملوا ديزيكيليبر للبدن وعندنا لي فروماج ما نسوهم زاد العباد المغرومين بالجبن اللي هو ابا ديور اللي فيه برشا ملح زاد ويلزمنا القاعده اللي يلزم نعرفوها اللي معناتها اي فو با اجيتي
يعني في البريباراسيون تاعنا يلزم الملاحه نبعدوها علينا في الطاوله ما نحطوش برشا ملح. وثم قواعد اخرى اللي ننصحوا بهم انه السيده والطالبين نبعدوا عليها نعملوا نشاط بدني يوميا باش تكون معناتها بدلنا يشرب برشا ماء ويكون ايدغاتي ويكون معناتها فيه ماء زايد ونخليه ونحافظوا على الكميه الموجوده في 70%. دونك يلزمنا نشربوا برشا ماء، نعملوا نشاط بدني، ناكلوا ماكله متوازنه واغذيه متوازنه، واللي ما نبعدوا على الملاح، نبعدوا على الملح، نبعدوا على الملح قدر المستطاع. فوالا شكرا لك مدام سونيا بوعليك مختصه في علب التغذيه ورئيسه مصلحه الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه ببن عروس على المعلومات اللي افدتنا بهم في موضوعنا لليوم احتباس الماء في الجسم. تقريبا مدام سونيا حاولت تعرف لكم احتباس الماء في الجسم شنو هو اللي يعاني منه برشا ناس، وقلنا اللي الفئه اللي تعاني منه اكثر هي تكون الفئه النسائيه. دونك زيد عطيتكم الماكله اللي لازمكم تاكلوها في الاطار هذايا، اونتروتون الماكله اللي لازمكم تبعدوا عليها عفوا اذا كان انتم فاتتكم اي معلومه في خصوص موضوعنا هذا تنجموا تلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه افهم تحت البوبليكاسيون بيكول بهيلثي تلقاو المعلومات هذه الكل. ميرسي بوكو للناس الكل اللي سمعتنا على 93 كيف كامل كانت على ذمتكم لليوم. امنا بوخيت في الاخراج التقني للحصه، محمد قداح اللي امن لكم الديجيتال، ومريم منصوري كوتي ميكرو تقول لكم ملتقانا في مواضيع قادمه في بيكول بهيلثي في لمنا. بيكول بهيلثي من الاثنين للجمعة العشرة متاع الصباح على الحياة أفهم.